العلمانيين أنفسهم منهم من شارك وساهم في اختلاق وإنشاء جماعات متطرفة لا علاقة لها بالإسلام، زي جماعة داعش وجبهة النصرة بوكو حرام، غير من الجماعات التي ممكن تسمى إرهابية بالمصطلح بتاعهم. الجماعات دي أصلاً ما عندها علاقة مع الإسلام، بل نبذ الإسلام قبل ما ينبذ المجتمع الدولي اليوم، وقبل ما تتكلم عنها حقوق الإنسان، وقبل ما تتكلم عنها الأمم المتحدة يتكلم عنها الإسلام في القديم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخوارج كلاب النار، وقال عليه الصلاة والسلام هم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال عليه الصلاة والسلام خير قتيل من قتلوه، وقال صلى الله عليه وسلم لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أو قتل إرم. دي جماعات منبوذة أصلاً، وهي ما بتمثل الإسلام، إنما هي جماعات خارجية منحرفة استمدت أفكارها من الطوائف المنحرفة والكتب الضالة زي كتب سيد قطب وغيره، استمدت منها هذه الأفكار وليست منطلقة إطلاقاً من منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب. دي معلومة لا بد تبين، لأنه في كثير من الحاقدين بيلصقوا هذه الجماعات بالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. الإمام محمد بن عبد الوهاب ما دعا إلى التكفير، ولا دعا إلى قتل الأبرياء، ولا دعا إلى التفجير داخل البلاد الإسلامية، بل ولا داخل بلاد الكفار، لأنه من منهجه ومذهبه اللي هو مذهب السلف قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا أو ذميا أو مستأمنا لم يرح رائحة الجنة. ده في ديننا يا أخواننا، وده منهجنا السلفي. نحن لو جاء كافر قاعد في بلدنا دي دخل بمعاهدة، المعاهدة دي التأشيرة الدقوليو لمن خش البلد دي هنا، دخل بمعاهدة أو دخل مستأمناً، مستأمن يعني طلب الأمان، عندنا يؤمن يعيش في أمان داخل بلدنا، ما بنسأله ولا بنتعرض له. عشان كده الجماعات الإرهابية دي عملت الإرهاب داخل بلاد المسلمين وداخل بلاد الكفار من الأحداث بتاعة 11 سبتمبر اللي كانت 2000 وكم؟ واحد مش كده؟ الأحداث اللي عملوها واتهموا بها ما أدري أسامة بن لادن وغيره 2001. فالأحداث دي عموماً 11 سبتمبر ومشهورة بتاع الضرب مبنى البنتاغون، الأحداث دي استغلوها الناس في إنه يجملوا بها كل المسلمين إنه هم شركاء في هذه العملية. فالمسلمون براء، والمنهج السلفي أبرى من هذه الأعمال التخريبية. ونحن الأفكار دي القاعدين نحاربها هنا في السودان وغيرها. ولما تكلمنا عن داعش المحاضرة اللي عملوها أخواننا في قاعة الصداقة، الوقت ذاك راجل قادر يتكلم عن داعش في البلد دي ما في. الناس دي كلها خايفة، الناس دي كلها خايفة. وأنا ناس بتذكر الأيام ديك ومعاي ناس زملانا في الشغل، لما لقوا الورقة دي معلقة بيقوا خايفين علي، كل مرة بدقوا تلفون دي زملانا في العمل، يا زول أنت كويس وما جاتك حاجة؟ قلت لهم شديد ما جاتني إيش، ما في أي مشكلة. الناس كلها كانت خايفة من الكلام في داعش. نحن تكلمنا وعملنا محاضرة، الدنيا كلها بقت تتكلم بها والناس مبسوطين والناس عرفوا الحاصل. مرت الأيام جو راجعين قالوا إحنا داعش. الناس دي بتنسى، ولا الناس دي مغفلة، ولا الناس دي ما عندهم إنصاف، ولا ده شنو يسمون هسه دحيغ، بس ما أكثر من كده يا ناس. فدي من الإشكالات اللي بيحاربوا بها الإسلام، ولك ده تطرف. أنت لو جيت في مسجد من المساجد دعيت للجهاد
الجهاد ده ما شعيرة من شعائر الدين، ولا الجهاد انتهى؟ الجهاد ده ما بينتهي يا ناس. رأيت الجهاد دي ما بتقع أصله ولا بينتهي. لو اتكلمت عن الجهاد بالصورة الشرعية وبالضوابط طلعوك تكفيري طوالي.